والله البيضة شوية مرتفع، كان بخمسة وتسعين بقى خمسة ونص تقريبا. ليش الارتفاع؟ والله هو يعني أو على طول بالصيف يعني يقل اللي تعرف الانتاج ماله، وإيراني معه يدخل وتركي معه يدخل، فسعين وطلب إذا يدخل ما يزيد سعره؟ أكيد أكيد، فتح الطريق يجي رسمي يصير ب3000 3000 ونص. قبل كان إقبال عليك وقت ولا هسه؟ لا هسه ماكو إقبال، قليل غالي 5.5، حتى بخمسة ما ثقيل. ثقيل؟ إيه ما 5000 ما قليل. يعني قبل فترة بشقة هو هذا سعره كان فترة، إيش قصة له تقريبا سنة تقريبا هذا سعره 5 5.5 4.5، إني عم بأربعة بس المليح السندر 5. إيش شو الإقبال عليكم؟ والله ضعيف على البيض، ضعيف طبقه بخمسه خمسه ونص. ايه لو يفتحون المستورد احسن. العراقي كل مره يضحكون على ابو المجزره، يضحكون على ابو الحقل، يكمل شغله ويرتب مليارات يصرف وما يفيد، يرجع يكسرون يفوتون بعد ما يشتغل. ابو المخضرم الفلاح هم يحرث ويكمل يصغع وينزل بتفليسيات. ليش هذا الارتفاع؟ الارتفاع هو عراقي. ما عراقي غالي، ما يدعمونه، لو يدعمونه بعلف يدعمونه بأدوية طبعا دي ينزل. تصورون ارتفاع بسبب العلاف؟ طبعا 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 بسبب العلاف. دعم ماكو، منتهين منها دعم. ايه ما دعم، خلي يفتحون المستورد، خلي يفوت المستورد طبقة بثلاثة ونص اذا فتحونه المستورد. يعني مدعوم تصور انه يجي له بثلاثة ونص واربعة؟ ايه طبعا دول ما يدعمون، ابو تركيا يدعم العالم، ايه طبعا يدعم المنتوج، يدعم ابو الحقل، يدعم ابو المجزرة، احنا لا حد يدعمه، لا حد يجيب له شيء، طبعا غالي. والله حاليا الاسعار طبعا شوي نزلت اكثر من قبل، كانت غاليه قبل فتره، صارت الطبقه ب6 و6 ونص و7 وصلت، يعني نزلت للأربعة وبعدين رجعت صعدت مره ثانيه، فالاسعار متضاربه ما ثابته ابدا، ما دا تثبت. شنو الاسباب ما نعرف، ما اعرف شغله الدواجن او الشغله من يم التجار ما نعرفها، لكن ليش الاسعار متضاربه ما نعرفها، فيوميه بسعر. اسالك يعني المكان يجي التركي بصراحه 33 اي نعم نعم، من كان يجي طبعا يكون كميه كبيره بالسوق زين، فيكون عرض بها قوي فينزل السعر زين. هسه حاليا طلب وعرض قليل، طبعا اكيد راح يصعد السعر. تاثيره عليه بالسعر طبعا اكيد على الفقير، اصحاب الدخل المحدود راح يكون تاثيرهم عليهم قوي طبعا 100%. والله يعني ما اعرف، هم قبل فتره الدوله من وزعت بيض ودعمت البيض، وفتره جابت سيارات تبيع يمكن على ما اعتقد بيع مباشر بسعر رمزي، المفروض هذه تتكرر اكثر من مره، هم سووها مره واحده وانتهى خلصت.